لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله. التعليم العالي في كل بلاد الدنيا هو المرآة التي تحدد بوصلة التقدم علميا وصحيا وثقافيا وحتى سياسيا. فالمجتمع يحتاج لأطباء ومهندسين ومدرسين وأهل تاريخ وقانون. لكن المشكلة اليوم أن المفاضلة قد تكون مفقودة في ظل الدرجات الفلكية التي حصدها الطلبة. ألوف الطلبة حصلوا على معدلات تقترب من 99 في سابقة قد تكون الأولى في تاريخ العراق. فأين يذهب هؤلاء وكيف يمكن للكليات الحكومية أن تستوعب هذا الكم الهائل من الطلبة؟ هل نحن في انتظار أزمة كبرى عنوانها قبول الطلبة في الجامعات الحكومية؟ تساؤلات كثيرة سنطرحها على ضيوفنا بعد هذا الفاصل، كونوا قريبين. أهلا بكم مشاهدينا، نرحب بالسيدة داليا عمر مديرة قسم القبول المركزي، أهلا ومرحبا بحضرتك، وأيضا الدكتور حسين علي حميد مدير دائرة التعليم الأهلي، حياك الله دكتور، أهلا ومرحبا. وكذلك نرحب بالدكتور إيهاب ناجي عباس مدير عام الدراسات العليا والتخطيط والمتابعة، أهلا ومرحبا بجميع ضيوفنا، مساكم الله بالخير. بما أنه السيدات أولا، خلينا نبدأ مع سيد داليا. سيد داليا، بدءا قراءتكم للمعدلات العالية اللي حصدها الطلبة بامتحانات هذه السنة، تقريبا 11,000 كسور من 99. البعض حقيقة واقعا شكك بهذه الأرقام، أنه شلون عندنا هذا الكم الهائل من الطلبة حصلوا على هذا المعدل العالي؟ هل كان نتيجة طبيعية لجهودهم؟ هل كانت المادة أو الأسئلة كانت مبسطة؟ قراءتش لهذه المعدلات؟ طبعا انا ارحب بحضرتك، حياك الله وشكرا جزيلا على استضافتنا بهذا البرنامج. اكيد طبعا كل سنه هذا شيء معتاد، انه كل سنه اكو عندنا قبول مركزي، اكو عندنا خريجين دراسه اعداديه، وبالتالي لازم نظام القبول المركزي يستوعبهم. وزارتنا مستعده كامله، استعداد كامل لاستيعاب ايا كان عدد الطلبه. هذا حق الطلبه علينا بغض النظر عن المعدلات ايا كانت، فبالتالي يفترض على التعليم على أن تستوعبهم. إن شاء الله جاهزيتنا موجودة، وإحنا إن شاء الله جاهزين أن نستوعب جميع الطلبة أيا كانت معدلاتهم. دكتور حسين، شنو رأيك بمعدلات هذه السنة؟ أولا شكرا جزيلا على الاستضافة، حياك. إحنا من طلعت النتائج ابتداء وبتوجيه مباشر من معالي الوزير، متابعة مستمرة، وضعنا الخطط لاستيعاب هذا العدد. فيما يخص التعليم الأهلي أنا داحكي استيعاب هذا العدد من الطلبة. تدرين أنت أنه هالسنة مخرجات التربية يمكن أكثر من العام الماضي بنسبة كبيرة. فإحنا هذه خليناها لخطط طموحة، أنه نستوعب أو نزيد الطاقة الاستيعابية مع كلياتنا الأهلية في كل الاختصاصات. عندنا خطة طموحة لاستحداث قسم من الكليات والأقسام والدراسات المسائية. عندنا خطة أنه الاختصاصات الطبية نوسع الطاقة الاستيعابية. هذا راح نتحدث بمفصل دكتور حتى تصل الصورة بشكل واضح لجميع من ينتظرنا ويشاهدنا إن شاء الله. الآن نرحب مرة أخرى بدكتور إيهاب. دكتور إيهاب، إذا كنت تسمعني، مساء الخير. مساء النور، حياك. المعدلات العالية كانت صادمة حقيقة للجميع، كيف قرأتوا هذه المعدلات؟ كيف كانت النتائج بشكل عام؟ شكرا، مرحبا بقناتكم الكريمة ومتابعيكم مستمعيكم الكرام. حقيقة يجري سنويا قبول الطلبة من مخرجات وزارة التربية بمختلف الفروع، الأحيائي والتطبيقي والأدبي والمهني، في الجامعات والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فيما يخص الدور الأول، نتائج الدور الأول، إحنا بالنسبة إن وزارة التعليم العالي لم نستلم بيانات النتائج لحد الآن. كل ما وشح وما قيل عن المعدلات هو حقيقة يعني بعض التصريحات لوزارة التربية وبعض ما موجود في مواقع التواصل، ولكن بالعموم يعني لدينا مؤشرات أولية إن الأعداد الطلبة المشتركين
في الامتحانات النهائية للدور الأول يفوق أعداد الطلبة الذين يشتركون في كل سنة. وبالتالي هذا شيء طبيعي أنه يعني طالما أعداد الطلبة ازداد المشتركين فنتوقع أنه نسب النجاح حتكون مختلفة. فضلا على أنه طريقة التعامل هذه السنة مع العام الدراسي والآليات التي اعتمدت لامتحان الطلبة وما وافقها من مشاكل نتيجة الوباء، كنا متوقعين أن تكون هناك معدلات أعلى، وسنويا إحنا يجري فرز فئات الطلبة بحسب معدلاتهم حتى نقدر نتعامل معهم وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي لاستيعاب. طيب التعليم العالي شنو خطتها لاستيعاب الاختصاصات اللي يحتاجها البلد، استيعاب هذه المعدلات العالية؟ بالتأكيد اليوم إذا فوق 11,000 معدلاتهم 99 وأغلبهم اليوم يريد الطبية، شلون راح يتم توزيعهم وعلى أي أساس وشون الخطة المعمول بها؟ نعم، إذا تسمحي لي مقدمة قبل ما نتكلم عن الخطة، كما تعلمون يعني معدل الالتحاق الطلبة في التعليم العالي يعد من أهم المؤشرات عالميا على مدى تطور التعليم والمنظومة التعليمية في هذا البلد. ضمن هذا الإطار تعمل وزارة التعليم العالي على هذه القضية من خلال تنويع قنوات القبول وتوزيعها مكانيا في الجامعات في المحافظات حتى تتمكن الجامعات من استيعاب الطلبة أولا كل المحافظات، وثانيا تقديم الخدمات التعليمية والبحثية وغيرها بما يعني يسهم بحاجة المجتمع حاجة المحافظة. لذلك يعني سنويا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعد خطة لاستقبال موسم القبول المركزي. هذه السنة حقيقة بالنظر للظروف التي نعيشها كانت الخطة بدأت من وقت مبكر بإشراف مباشر من قبل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد الوكيل الفني، وبإشراف دائرة الدراسات يعني بتنفيذ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي المعنية بالدراسات الأولية، وطبعا بالاشتراك مع الدوائر ومع الجامعات باعتبار هاي التشكيلات كل من يسهم في وفق تخصصه في الإعداد للخطة الخاصة بموسم القبول المركزي. طبعا الخطة متشعبة وكثيرة، ولكن أنا أقول لك إحنا بالنسبة لنا يعني أهم ما في الخطة أنه الاستحداثات. طبعا يجري سنويا إعداد خطة متكاملة في أوقات مبكرة لاستحداث الكليات أو الأقسام أو الفروع في المحافظات بناء على طلب الجامعات وبناء على دراسات تعاد وفقا لحاجة سوق العمل وفقا للحاجة الحقيقية لهذه التخصصات، وتكون هناك إحصاءات وتكون هناك لجان تخرج لتدقيق المستلزمات البشرية المستلزمات المادية، وعلى أساسها أكو ضوابط يتم التعامل معها بكل دقة، ويتم استحداث كليات وأقسام تسهم سنويا باستيعاب المعدل النمو السنوي والمتوقع إحصائيا وفي أعداد الطلبة الخريجين من الدراسة الإعدادية. لذلك يعني هذه السنة الحمد لله كان عندنا إحصائية لأعداد الكليات والأقسام التي تم استحداثها، تم إعلانها قبل يومين من قبل الوزارة بعد أن صادق السيد الوزير المحترم على يعني لجان ومحاضر. هذه اللجان الخاصة بالاستحداث كان عندنا 7 كليات و20 قسم مختلفة التخصصات حقيقة، فتسهم إن شاء الله في رفد خطة القبول وزيادة عدد المقاعد للطاقة الاستيعابية. ايضا يعني دكتور راح تكون عندنا مثلا بناء كليات جديده، استحداث كليات جديده، شنو بالضبط راح يعني راح يكون الوقت يعني كافي حتى نباشر لا. بهذه السنه؟ لا، هو يعني البناء هذا شيء اخر طبعا. تعلمون هو منظومه التعليميه هو مو بس التعليم العالي، يكون تسهم يعني قلت لحضرتك يعني داخليا ضمن وزاره التعليم العالي تسهم كل المؤسسات التعليم العالي كل التشكيلات من جامعات من دوائر كل من يسهم حسب اختصاصه. ايضا احنا بالنسبه ان كمنظومه تعليم حتى تكون حقيقي يعني بالشكل الطموح تسهم لازم بقيه الوزارات معنا، وزاره التخطيط، وزاره الماليه، قضيه الموازنه، قضيه الدعم، وهذا ما جاء فعلا في القرار الاخير لمجلس الوزراء الموقر رقم 92 لسنه 2020 الخاص ب يعني وثائق المجموعه الطبيه، كان من ضمنه اشاره الى دعم بالتحديد كليات المجموعه الطبيه
فيما يخص المشاريع الخاصة بالاستحداث ومشاريع البناء. يعني فأني من قلت لك إحنا من عندنا استحداث عادة هو موجودة متوفرة الأبنية ولا إحنا ما نلحق نبني، يعني متوفرة الأبنية أو يجري إضافة بعض القاعات بعض المختبرات خلال هاي السنة. يعني إحنا نبدي أول ما يظهر القبول ونتائج القبول تبدي السنة الدراسية الجديدة، تبدي إحنا إعماماتنا كتبنا تنسيقنا مع الجامعات حتى هم يبدون يهيئون للسنة اللي بعدها. فلذلك يعني أكثر الاستحداثات تكون هو مهيئ لها بالكلها، لازم مهيئ لها من ناحية الموارد المادية. يعني لاحتواء طلبة الطب فقط حصرا؟ لا طبعا لا، كل شيء مختلف، ولكن هو المجموعة الطبية دائما هو المجموعة اللي عليها الضغط من ناحية القبول، ودائما الطلبة يعني أكثرهم يعني هاي أيضا فد قضية ما بدنا نفتح بها نقاش، ولكن توجهات الطلبة بالقرى الأحيائي كلهم نحو التخصصات الطبية، فإحنا راعي هاي القضية يعني. طيب دكتور راح ارجع لك بعد قليل بمحاور اخرى. سيد داليا يعني فعلا كيف راح يتم استيعاب العدد الكبير من الطلبه اللي الكل اليوم متوجه نحو الطبيه لعلم اختصاصات كثيره مهمه اليوم يحتاجها البلد، لكن اللي جاي ومحصل 99 يقول لك انا هذا بمجهودي واريد ادخل كليه حكوميه وبدون ما ادفع قسط والى اخره. شو راح تكون اليه القبول، موضوعة الاستماره، التقديم؟ يا ريت لو تشرحي لنا هذه التفصيله. طبعا هو سيدي المدير العام تفضل، وايضا دكتور حسين مدير التعليم الاهلي قال انه اكو خطه، والخطه متضمنه انه استحداثات، والاستحداثات زياده بالطاقه الاستيعابيه. ارجع واقول انه الطلاب ادوا اللي عليهم، وبالتالي طلعوا بغض النظر عن المعدلات ان كانت عاليه وان كانت لا، فهذا حق الطالب علينا ان نستوعب كل مخرجات وزاره التربيه، وبالتالي هي خطه التعليم العالي ان شاء الله. بالنسبه للاستماره الالكترونيه فهي جاهزه، ويعني ان شاء الله خلال الايام القادمه مهيئه للاطلاق، بالتالي كل الطلبه راح يتوجهون انه يمنون الاستماره الالكترونيه. هي الكترونيه طلبه الفرع العلمي تكون 50 خيار، وانا انصح الطالب انه يملي ال 50 خيار كلها. طلبه الفرع الادبي بامكانهم انه يملون 25 خيار، طبعا يعتمدون على حدود دنيا العام السابق او الاعوام السابقه. هو الطالب راح يعني يعرف شلون توجهاته طموحه شنو يريد يملي راح يملي. من بعدها هذول الطلاب راح يدخلون منافسه وفق ما تأهلهم معدلاتهم لهذه السنة اللي هي سنة قبولهم، راح يصير تنافس ما بيناتهم، وبالتالي كلهم راح إن شاء الله يطلع لهم قبول بغض النظر إن كانت طبية أو إن كانت مو طبية. أوكي أنا وياك، ونفس ما قال الدكتور إيهاب إنه أكثرية الفرع الأحيائي معدلاتهم العالية يرغبون بالمجموعة الطبية، هذا حق طالب. أنا أرجع وأقول هذا حق طالب، هذا طموح على الطالب، بالتالي الفيصل للتنافس ما بين الطلبة. تنافس الطلبة راح يكون عبر الاستمارة الإلكتروني عن طريق نظام السيستم، نظام القبول الإلكتروني. وكل طالب راح يأخذ حقه، هو هذا مجهوده وهذا استحقاقه. وأرجع وأقول إنه جاهزة الوزارة، إنه دائرتنا أيضا مثل ما تفضل السيد المدير العام، إحنا نبدي باستحداثات ونوجه الجامعات وبالتعاون معهم نستحدث، وكل سنة هذا موجود أقسام وكليات على مود نستوعب، لأن إحنا نعرف كل سنة. داليا نتحدث عن أعداد هائلة دكتور، إيش قد إحنا نستوعب كلية طب؟ يعني عندنا 5000 أو أقل 5000 المفترض؟ يعني بالتعليم الحكومية أعداد بالكليات الحكومية 5000؟ طيب يعني إذا 11000 فردون طبية دول وين راح نوديهم؟ أنا أرجع مو أنا همين أرجع وأقول لك هي مو يعني أوكي ما يخالف أني خلينا نقول نستخدم لغة الأرقام، لكن أني قلت لك هو الطالب أدى اللي عليه، بالتالي الفيصل للتنافس. راح تنطلق الاستمارة الإلكترونية، الطلاب راح يملون خياراتهم، ومن بعدها إن شاء الله كل من يأخذ استحقاقه. استحداثات التعليم. بس فقط توضيح، شو تقصدين بالتنافس اللي يصير بالسيستم القبول المركزي؟ عزيزتي القبول المركزي هو يعتمد على التنافس ما بين الطلبة وفق خياراتهم وفق متأهلهم معدلاتهم السنة قبولهم اللي هي الحدود اللي تطلع بعد القبول المركزي إن شاء الله. فبالتالي على نظام القبول المركزي اللي هو النظام الإلكتروني تبدي ترشيحات الطلبة ويبدي قبولهم بها، وفق ما يأهلهم معدلهم راح تطلع قبولاتهم إن شاء الله. طيب دكتور حسين رأيك بهذا الموضوع، شو راح نستوعب هذه الأعداد الكبيرة؟ دور الكليات الأهلية بهذا الموضوع؟ احنا ابتداء بعد ان يكمل يعني بعد ان يبدي القبول الحكومي احنا نبدأ القبول الأهلي. زين. طبعا أنا أنصح الأعزاء الطلبة يعني أنصحهم أنه يقرون الدليل بشكل جيد حتى يكون اختيارهم جيد للمدخلات، يعني خياراتهم بالنسبة لاختيار الكليات تكون جيد. يعني هاي مهمة جدا، بعد أن يدخل للنظام راح تطلع للنوافذ، طبعا هذا موضح كله بالدليل. زين.
الأجور إلى آخره مال الكليات الأهلية. فإحنا عادة عند أربع خيارات يعني اللي يقدم على التعليم الأهلي، زين بالنسبة للقناة العامة والقنوات الخاصة اللي هي خيارين يعني هذه محددة. ممكن أيضا يحذف الخيارات أو يبدلها أربع مرات، أعطينا هاي الخيارات. استحدثنا هالسنة بسبب الظروف الصحية، التحدي الصحي وإلى آخره، هو خدمة الأسماس. يعني ممكن يتواصل ويانا بهاي الخدمة رسائل نصية، ممكن يصير حجز يعني مثلا إذا عنده مشكلة يحتاج أنه يراجع الدائرة، ممكن حدد له يوم يراجع بيها لحل مشكلته إلى آخره. فهذه بس أني أعيدها أنه الطلبة يقرون الدليل بشكل جيد ويستفاد مثل ما قال داليا من الحدود الدنيا مع العام الماضي ولو أكو يعني فرق هالسنة. فيما يخص القبول يعني أو الطاقة الاستيعابية، إحنا العام الماضي يمكن 62 ألف كان قبول التعليم الأهلي، والمجموعة الطبية بحدود 8800. زين إحنا نتوقع هالسنة طبعا العدد راح يزيد يتجاوز 70 ألف إذا مو أكثر. وضعنا خطط مثل ما قلت لك بالبداية أنه عندنا استحداثات سواء كان كليات أقسام أو مسائي استيعاب العدد، عدد من الطلبة يعني نعوض هذا الفرق الزيادة بالعدد. ممكن نوسع بالمجموعة الطبية بخطة القبول، بالمنحة المجانية اللي بيها ضوابط معينة هم أيضا هي هاي. يعني هاي إحنا التحديات اللي إحنا ممكن هسه نناقشها وإن شاء الله تنحسن خلال يمكن هذه المشكلة اللي أرجع وأكرر أنه اليوم اللي جايب معدل عالي وريد يدخل طبية ويقول من حقي أنه أنا أدخل جامعة حكومية، ليش أنا حتى أروح أدفع قسط بكذا مبلغ عالي وأنا أستحق أنه بلا مقابل. صحيح، بس هي أكو هم أكو حدود مفاضلة يعني يمكن سألت ذلك، هي هم أكو مفاضلة بيناتهم. يعني اللي عنده معدل أعلى هو إلى الحظ الأوفر بالقبول ابتداء يعني. زين. تبقى المعدلات الأقل، وهي ترى كل سنة يعني هاي مو جديدة، كل سنة صح هالسنة العدد أكبر فيما يخص المعدلات، يعني اللي عندهم معدلات 98.3 مثلا، أنت جنابش قلت بحدود 10,000 أو أقل أو أكثر. بس هي بالنتيجة يعني كل سنة نفس الشيء. يعني يمكن أكل حدود الدنيا يمكن أدق مني الإخوان بالدراسات، يمكن 98.3 العام الماضي أول عام هو المجموعة الطبية لو أنا غلطان ما أعرف يعني. 99 يعني شوفي ايه ترى كل سنه نفس الشيء. صح هنا هالسنه العدد اكبر، اكو عندنا اكو عندنا نمو سكاني يعني يمكن هالسنه مو دقيقه هذه بس يمكن المعلومات ينطونا اياها وزاره التربيه 368 الف ما بين احيائي تطبيقي ادبي اضافه للفروع المهنيه والقنوات الاخرى. يعني اليوم اكو تنسيق، اكو خطه مشتركه بين الاهلي ووزاره التعليم. طبعا أكيد هذا موجود. احنا التعليم الاهلي يعمل بنفس يعني مع دائره الدراسات، يعني احنا واحد احنا وياهم لانه نفس المدخلات بالنسبه لنا من التربيه مخرجات نفس، فاحنا تيم واحد خلينا نقول فريق واحد. زين بس هذا يسمح اهلي وهذا يسمح. طيب انا اعرف انه انت تسلمت المنصب الجديد من ثلاث أسابيع أو أربعة دكتور، يعني يوم واحد مبارك إليك بدءاً. شلون شفت دائرة التعليم الأهلي؟ والله دائرة التعليم الأهلي يعني اشتغلوا، تدرين هو حد ذات دائرة التعليم الأهلي بيها تحدي كبير يعني. تدرين تتعاملين ويا يعني ويا خلينا نقول قطاع خاص. زين. فالناس اشتغلوا يعني بكل طاقتهم. وأكو دا أشوف كانت أكو متابعة وإن شاء الله هم متابعة مستمرة للكليات الأهلية لتقييمها. لأن يعني الكل يعرف كليات حقيقة بمستوى عالي ودت يعني اللي اتجهت باتجاه توأمة اللي اتجهت كليات عالمية أو كليات حكومية مثلا، وكليات أخرى دا نسعى إحنا نحثهم طبعا أكو متابعة. هسا أكو نماذج جيدة مثل ما ذكرت. أكيد. بنفس الوقت أكو يمكن أحاديث كثيرة تجري انه بعض الكليات ما مستوفيه لشروط للضوابط، بعضها بنايات صغيره، بعضها ربما التدريس غير رصين، كثير من الامور. هذا طلعتوا عليه دكتور مثل ما قلت لك يعني يمكن في الكواليس انه قبل القانون ممكن هاي الحاله، بس القانون 25 حدد اكو ضوابط لاستحداث الكليات. قبلها كانت اكو
يعني هو بعد القانون صار الضوابط محدده لاستحداث الكليات بحسب الكليه، جامعه، معهد، مؤسسين الى اخره، بنى تحتيه، ابنيه، كادر تدريسي، نظام داخلي، هاي كلها واحنا طبعا نتابعها. احنا عاده هسه حتى التوجيه انه نمشي حسب الضوابط والقانون، نعتمد القانون، واكو تقييم بشكل مستمر لهذا الموضوع. يعني اكو لجان سواء كان من دار التعليم الاهلي، من دار الدراسات، جهاز الاشراف. زين. والجامعات الاخرى الحكوميه، جامعات الام مثلا بالمحافظات ايضا مرات يعني هم اكو لجان يعني تكلف بالكشف الى اخره. تتابعون ست دالي هذه التفاصيل مع التعليم الاهلي؟ نعم اكيد طبعا اكو تعاون ما بيننا وما بينهم. احنا انا كمدير قسم مدير قسم القبول المركزي تعاوني مباشر مع مدير شؤون الطلبه. فبالتالي اكو مداولات طبعا وسنان التوجيهات السيد المدير العام انه التعاون ما بيناتنا، ضوابطنا تتعمم عليهم، استفساراتهم تجينا ونجاوب عليها. فاكيد يعني مثل ما قال الدكتور احنا فريق واحد. يعني. طيب خلينا نشوف راي دكتور ايهاب بالموضوع. دكتور ايهاب اليوم شنو انطباعاتكم عن التعليم الاهلي؟ شلون راح يكون صاحب يد طولة بحل المشكلة إذا ما سميناها مشكلة؟ لحد الآن هي ماكو مشكلة، ونتأمل أن ما تكون مشكلة فيما يخص موضوعة القبولات، الخطط المشتركة فيما بينكم لتوسعة المقاعد، لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلبة، تقييمكم للأداء الأهلي بشكل عام. شكرا مرة أخرى حضرتك لإتاحة هذه الفرصة. فيما يخص التعليم الأهلي كما تعلمون يعني في كل بلدان العالم التعليم الجامعي الأهلي هو رديف للتعليم الحكومي. بل في بعض يعني بلدان تعرفون يعني التعليم الأهلي يكون أكثر يعني يستحوذ على عدد الطلبة، عدد المقاعد، يعني يكون له هو الأولوية في القبول في يعني كثير من البلدان تعرفون يعني ما بدي أجيب أسماء بلدان. إحنا بالنسبة إن في العراق أيضا يعني التعليم الأهلي تعليم واسع، لدينا 63 جامعة وكلية أهلية. مثل ما تفضل دكتور حسين مدير التعليم الأهلي، أكو قانون التعليم الأهلي هو الحكم، هو الفيصل في التعامل مع الجامعات والكليات في مراقبة أدائهم والإشراف من قبل الوزارة على كل شيء، يعني الضوابط، آلية القبول. هو أهم القبول مثل ما تعرفين حضرتك، القبول في الكليات الأهلية قبول مركزي ترى، يعني تشرف عليه الوزارة وتديره، وأيضا بالتنسيق مع الجامعات الأهلية، وعندنا مجلس تعليم أهلي يدير ويصادق هاي القضايا وبإشراف من جهاز الإشراف ومعالي الوزير بشكل مباشر. فنتوقع أنه التعليم الأهلي يعني أيضا حيساهم في يعني توفير طاقة استيعابية لا بأس بها في التخصصات الطبية، خاصة طب الأسنان والصيدلة، وهذه تسهم إن شاء الله في حل مشكلة. ولو يعني طبعا هنا معدلات القبول في الكليات الأهلية تختلف عن معدلات القبول في الكليات الحكومية، يعني أكو فرق بالمعدلات، ويجب سنويا تحديده بعد أن تظهر قناة القبول المركزي ونعرف شنو الحدود الدنيا، وعلى أساسها إحنا نحدد المعدل الأدنى للقبول في مختلف التخصصات في الكليات الأهلية. ما تفضلتي به طبعا أكو بعض الكليات حقيقة وبعض الأقسام يعني أقل من المستوى فيما يخص تهيئة المتطلبات، الموارد البشرية، عدد الأساتذة، ويجب سنويا يعني تدقيقها، وقبل ما تنطلق قضية القبول يتم غلق الأقسام أو تعليقها بشكل مؤقت إذا كانت غير مستوفية للشروط. العام الماضي تم غلق حوالي 70% من الدراسة المسائية للكليات الأهلية لأن كانت غير مستوفية للشروط. كان هناك قرار لفصل الملاك التدريسي من الدراسة الصباحية عن المسائية لتوفير يعني بعض الفرص العمل للأساتذة الخريجين حملة الشهادات العليا في الكليات اللي ما قدرت أن توفي بهذا القضية، يعني تم غلق الدراسة المسائية لها إضافة إلى بعض المتطلبات. طيب. الأخرى. طيب دكتور، بحديثك عن حملة الشهادات العليا، هناك حديث عن زيادة في الكادر التدريسي من حملة الشهادات مقارنة مع حاملي شهادة الدكتوراه، إلى أي مدى هناك صحة لما يقال؟ لا، هو إحنا يعني استحداث أي قسم سواء بالتعليم الأهلي أو بالتعليم الحكومي، استحداث قسم أو استحداث كلية وفق ضوابط. هاي الضوابط تحدد إيش قد عدد الأساتذة من حملة شهادة الدكتوراه، إيش قد عدد الأساتذة من حملة شهادة الماجستير، وشنو تخصصاتهم وشنو ألقابهم العلمية، تخصص دقيق أو تخصص ساند. أي شيء ما يستحدث خارج هذا النطاق يبقى إحنا شنو اللي نسوي؟
من بالدواسل المسائية خاصة وبالتعليم الأهلي. نقولهم افصلوا الدواسل المسائية، يعني هم يجيبون مثلا قسم إذا يستحدث يكون 4 أساتذة هم بحملة شهادة الدكتوراة، والبقية ممكن يستعين بحملة شهادة الماجستير. فهنا ايش حيصير عندنا؟ احنا حنوفر ملاكات تدريسية ونسهم ان يعني في توفير مجالات عمل لحملة الشهادات العليا. وكل الأحوال هو احنا عدد خريجين من حملة الماجستير طبعا اكثر من الدكتوراة. اكو اعداد معينه؟ اكو احصائيه معينه؟ اكو احصائيات بس انا هسه ما تحضرني فيما يخص التعليم الحكومي العام. ايضا كان القرار يشمل الجامعات الحكوميه انه تكون الملاكات في الدراسه المسائيه منفصله عن الملاكات في الدراسه الصباحيه، عدا مدير القسم ولا مقرر، هذا حيكون موجود نفسه، البقيه لازم يكونون. ولذلك كانت هناك عقود مع اساتذه كثيرين يعني ساهمت في حل كثير من المشاكل الخاصه بعمله الشهادات العليا. وايضا التعليم الاهلي ساهم مساهمه كبيره العام الكليات الاهليه في تعيين الكثير من الاساتذه، ووضعت الوزاره في صيغه عقد موحده وتم الالتزام بها من قبل الكليات الاهليه. طيب طبعا من ضمن التحضيرات اللي يعني تجريها الوزاره سنويا للتحضير لموسم القبول المركزي، لانه هو تعرفين هذا الموسم القبول المركزي قضيه مهمه بالنسبه لوزاره التعليم العالي. وهذا منذ تاسيس وزاره التعليم العالي يجري سنويا هذا الاجراء، ولكن مع تطور الوضع تتطور اليه التحضير للمستلزمات. وايضا احنا دائما السيد الوزير يعني الباحه كان اخر لقاء موسع مع الكوادر المعنيه بالقبول المركزي في دائرتي الدراسات والتخطيط والتعليم الاهلي. كان اجتماع موسع بحضور المعنيين، والسيد الوزير اكد على جمله من القضايا. وهو هذا الاجتماع يعني شلون يعني دائما الدوائر المعنية من تكلف بعمل للتهيئة لقضية مهمة وتخص البلد، تخص المجتمع، تخص عوائلنا. فهنا لازم المسؤول الأعلى يكون على اطلاع على كل التفاصيل الدقيقة، ويعني حتى يكون متأكد أنه كل الأمور تمشي بطريقة صحيحة. وكان هناك توصية أنه إحنا عملنا في وزارة التعليم العالي عمل أخلاقي أولا قبل أن يكون عمل يعني وظيفي، لأنه احنا التعليم العالي يدخل في كل بيت. يعني قضيه القبول المركزي تعرفين يعني الان ماكو تقريبا ماكو عائله اذا مو عندهم طالب جامعي او طالب تخرج من الاعداديه والان عيونه علينا حتى نقبله احنا في الكليه. فان شاء الله يعني نطمن عوائلنا الكريمه، نطمن ابنائنا انه تجري الامور ان شاء الله يعني بطريقه صحيحه. نتمنى دكتور ان تكون هناك فعلا تسهيلات خصوصا بهذا الوقت الاستثنائي. دكتور حسين، ما دمنا نتحدث عن التسهيلات، بعض الطلبة يشكون حقيقة من ارتفاع أجور الدراسة. نعرف احنا يمكن القطاع الخاص مثل ما ذكرت الكليات الأهلية لها قانون وإلها دعم مالي خاص وإلى آخره، إلها شروطها الخاصة. ما تقدر اليوم دائرتكم بالتعاون مع وزارة التعليم أن تضغط بالاتجاه نحو تخفيض الأجور، مساعدة البعض؟ يمكن بعض الكليات خفضت لكن البعض الآخر زيدت من الأجور. صحيح. يعني جزء من الكليات احنا تجينا طبعا هي الأجور لأنه نحتاج حتى نخليها بالدليل. فحقيقة قسم من الكليات راعت الأزمة الاقتصادية، الجائحة إلى آخره، فخفضت الأجور. وأكو كليات أخرى لا زيدت الأجور. احنا حاليا راح نخلي فد معادله معينه حقيقه ثبت الحد الاعلى للاجور وفق معادله فيما يخص التخصصات. رقم معين لو للان لا حاليا بعد يعني ان شاء الله خلال ايام قبل اطلاق الدليل راح نحدد هذه المعادله، نبلغ بها الكليات الاهليه، قرها بمجلس التعليم الاهلي. يعني بنسبة كبيرة ممكن تقريبيا أن تخفف الأجور؟ يعني بنسب متفائل، لأنه هي المجموعة الطبية شيء والاختصاصات الأخرى قد يعني نحاول نقربها، مثلا الاختصاصات الطبية نحاول أنه قريبة للموازي والاختصاصات الأخرى قريبة للمسائي. فهي راح نتمنى أنه الكليات الأهلية تتفاعل ويا الموضوع وتتجاوب، لأنه يعني يمكن الوضع الاقتصادي معروف بالنسبة لل الطلبة وعوائلهم. فإحنا راح إن شاء الله ننهي هذا الموضوع قريبا ونخلي حد أعلى للأجور إن شاء الله. نتمنى ذلك. سداليا، غير متوقع أن تكون درجة نجاح اللي تأهل الطالب للالتحاق سواء بالكليات أو المعاهد؟ أكو فد رنج معين؟ يعني ما أفهم السؤال بالضبط. يعني اليوم مثلا اللي جايب 55 ويريد يلتحق بالكلية الفلانية، هذا يحق له أم لا؟
احنا الطالب عنده اكثر من خيار عزيزتي. عندنا اضافه ما الى يخص قنوات التدريس الحكومي هسه تمام، بما يخص القبول فوق القبول المركزي عندنا الدراسه المسائيه واللي هي موجوده عندنا اغلب الجامعات، علما انه سنويا يتم استحداث دراسه مسائيه باغلب الجامعات والكليات، فهي همين منفذ ايضا للطالب ممكن ان يقدم عليه في حال اذا ما يعني خلينا نقول ما كان ملبي للطموح قبول المركزي، والله لا يقولها ان شاء الله. يعني انا يعني رغم قلت لك الاعداد وهاي بس انا متفائله ان شاء الله يكون القبول المركزي ناجح مثل كل سنه ان شاء الله. ذلك ان شاء الله. سداليا برايك ليش اغلب الطلبه اليوم اللي يحصلون على درجات عاليه اما طب او هندسه او ما يفكرون باختصاصات اخرى؟ يعني اليوم احنا عندنا يمكن نقص بموضوعات التثقيف بامور كثيره اخرى مهمه اليوم البلد. صحيح. مو فقط يحتاج الى الطبيب والمهندس، يحتاج الى كل الاختصاصات. اكيد طبعا. هذه دائما انا اقولها للطلبه، علما انه الطالب حتى وان كان اقول لك بغض النظر عن المعدلات العاليه الموجوده العام الماضي واللي قبله، انا صار لي 4 سنوات بالقبول المركزي وعلى تماس ويا الطالب. دائما الطالب يطمح انه ينقبل طب اسنان صيدله، يعني حتى الهندسه مو طموحه تكون زين. من يجي الطالب ويعترض على قبوله طبعا احنا على اعتبار مثلا تعيينه مضمون احنا بدنا نشوف الاعتبار انه التعيين مركزي زين. لكن بعدين من بعد يصير طالب جامعي، ينقل من تفكيره انه طالب دراسه اعداديه الى يكون الى طالب جامعي، راح يكون طموحاته تختلف. نستوعب الطالب احنا يجي معترض طبعا احنا منين عن القبول المركزي توجيهات السيد المدير العام انه احنا نقابل الطلبه، ننزل الاستعلامات ستاف كامل فريق كامل، يجون الطلاب المعترضين نستوعبهم نحكي وياهم، نفتح استمارات بوقتها من بعدها سنويا احنا نسويها. سداليا موضوع القبول المركزي هذا مبدا معمول به في العراق له هو هذا يعني مبدا عام باغلب الدول؟ اكيد هو موجود باغلب الدول موضوع القبول المركزي، بس مثل ما قلت لك هو الطالب طموحه انه على التخصصات الطبية، تركيزه على التخصصات الطبية من أول ما يدخل أصلاً الابتدائية، من المرحلة الابتدائية يكون هذا طموحه. بالتالي من يطلع قبوله أنا دائماً أقول لهم للطلاب كلنا ومن ضمنهم المتكلمة دخلنا اختصاص إحنا ما رايدين يمكن مو طموحنا، لكن الطالب المتميز والشاطر والإنسان اللي يريد يثبت نفسه بقبوله أياً كان قبوله. أحياناً ممكن أنا جايب 99 وما أريد الطب بالضبط، صح. وأحياناً جايب معدل ناقصي بس أنا من البداية أنا أكون أدخل الكلية الفلانية. صدقيني وثقي وأنا أحكيك اليوم طبعاً صار علينا اليوم فزخم، أنا قلت للسيد المدير العام كانت يعني فت عدد كلش كبير من الطلبة راجعونا، طبعاً طلبة الدراسة الإعدادية اللي طلعت اليوم أصلاً الأربعاء طلعت نتائجهم. ثقي واعتقدي إنه طلاب التطبيقي اللي مطلعين 98 99 جو يقولون إحنا نريد طبية صدقين، وهو أساسا أبو التطبيق تعرفين على التخصصات الهندسية هو طموح الطالب هذا، بس من تحكي معه تستوعبيه وتفهمي توصله أنا عندي الطالب يقتنع صدقيني. مرة ذو الطالب ما يقتنع الطالب يقتنع يقتنع أوكي يحب التخصص مالته، حتى أقول له أنت صار متميز شاطر وراك ماجستير وراك دكتورة تكون شهادتك أعلى من أبو الطبية لأنه راح يأخذ بكالوريوس بينما أنت راح تأخذ هيجي أقنعه ويقتنع عزيزتي صدقيني. يعني أنا أحكي ليش يعني خبرة صار لي 4 سنوات، هاي السنة الخامسة بالقبول المركزي ومرون علي أنواع الطلبة، قلت لك المقتنع والما مقتنع وأكثريتهم الما مقتنعين. بالتالي وبغض النظر أرجع وأقول عن المعدلات المرتفعة طموح الطالب واحد يريد تخصص الطبي، لكن من بعدها من خلينا نقول يستوعب الموضوع يقول إنه يفترض أني أثبت نفسي هذا وأن طلع لي هندسة وأن طلع لي تربية وأن علوم إدارة واقتصاد، حتى أبو المعهد يقول لك أن يطلع أوائل المعاهد، عندنا قناة خاصة بأوائل المعاهد يطلع من الأول نقبل تخصصات أخرى عالية هندسية طبعا صيدلة وطب أسنان. فبالتالي يعني أنا أنصح الطلبة أنه لا ليكون تركيزنا فقط على التخصص الطبي، خلينا نوسع، خلينا يكون عندنا طموح، خلينا نفكر من بعد البكالوريوس. أنا ولا هو طالب إعدادية حاليا بس أرجع وأقول له هيك عم يكون طموحه أكبر على مود تكون نظرته أوسع، لا يجمد نفسه ويحس أنه أنا طلعت 99 لازم أنه أنا أروح طبية وشلون إذا ما تطلع لي طبية المعدلات عالية، لا مو هي هاي وجهة نظر، هاي وجهة نظر مو صحيحة. حسين خلي شاركنا بالرأي، هي ثقافة مجتمعية صارت، هي ثقافة مجتمع، إحنا ما مخلين مكانة واحترام لاختصاصات أخرى. لا بالعكس أكو مكانة واحترام بس طبعاً. هي المشكلة ثقافة مجتمع يعني كلها تريد تصير أطباء، هم ما يدرون سوق العمل وراء كم سنة بعد ما يتحمل وين يروح. يعني أنت تخرجين بشكل سنوي آلاف، خصوصا طبعا أنا ما داعش على الطب البشري لأنه يمكن بالأهلي أكو كلية وحدة طب بشري، بس داعش على الاختصاصات الأخرى الصيدلة وطب الأسنان، هذه وين راح يروح بعد كم سنة؟
اكو اختصاصات اخرى مهمه جدا. يعني هسه احنا في زمن التسويق الالكتروني مثلا ماركتنج الى اخره، اكو موضوع الاتصالات، اكو اختصاصات اخرى نادره محتاجتها البلد، محتاجها البلد. هذه يعني انشئ يعني هذه البنى التحتيه معتمده على هذه، مو على احترام الاختصاصات الطبيه يعني. فهي بس هي يعني مثل ما قالت هي ثقافة مجتمع، يجي يقول لك أنا وصل بالتطبيق هو يدري بالتعيين قبل لا يدخل الكلية، هل هذه فرصة راح أحصل بها بالتعيين أم لا؟ موضوع التعيين يحصل التعيين، وإن يعني إذا مثلا دخل في اختصاص معين وكان متمكن به راح يلقي التعيين. صدقيني شوية إن كان صعبة بقطع الخاص لا صدقيني إن كان بقطع الخاص ولا حتى إحنا هسه حتى بالنسبة للكليات الأهلية طبعا جهود حثيثة من معالي الوزير، حصلنا قرار 112 سنة 2020 لتعيين حملة الشهادات العليا زين بالكليات الأهلية. طبعا هذا القرار راح يستوعب حسب إحصائياتنا، إحصائياتنا تقريبا حدود 2500 كليات الأهلية، هذا عدد راح تستوعب الكليات الأهلية. بالإضافة طبعا احنا الاستحداثات بالنتيجة ستستوعب طاقة استيعابية للطلبة، وأيضا اكو تعيين الكوادر الإدارية حملة الشهادات أيضا. هذه احنا الخطوات ان شاء الله ماشيين بيها، بدت قسم للكليات الاهليه بدت اعلانات تتفاعل ويا الموضوع بعد توجيه، يعني صار اجتماع ودا يتفاعلون دا يدزون اعلاناتهم الى اخره، فان شاء الله هاي هم تحل ازمه يعني خلينا نقول اللي هي موضوع تعيين حمله الشهاده. طيب دكتور ايهاب اعود اليك من جديد، تحدثنا عن موضوع يمكن الاغلب الطلب اليوم يروحون باتجاه الطبيه او الصيدله، يعني يختصرون تاريخهم الدراسي فقط بهذه الاختصاصات، متناسين اختصاصات مهمة كثيرة بسبب التعيين المركزي وممكن أحصل فرصة عمل وإلى آخره. اليوم إحنا من نخرج آلاف من الطلبة الأطباء الصيادلة المهندسين، ما نفكر أن هناك علاقة طردية بين ما بين الكليات وبين ما بعد الكلية، شنو راح يصير دول، وين راح نوديهم، وين راح نشغلهم، وين راح يعملون، هل هناك مساحات تستوعب هذه الأعداد؟ كلامكم صحيح، يعني تفضلوا السادة الضيوف تكلموا بهذا الموضوع جزء، يعني بدي أوضح جزء آخر يعني بخصوص هذا الموضوع. من ضمن الخدمات اللي تقدمها الآن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى يعني يكون للطالب فد إدراك أو فد ثقافة بسوق العمل القادم عندما يكون هو خريج، كان صار هناك عمل ربط بين الجامعات وبين سوق العمل، وهذا يعني جرى العمل عليه منذ سنوات، وايضا دائره الدراسات والتخطيط تشرف على هذا العمل، يوفر فرص تاهيل وتدريب للطلبه خاصه في المراحل المنتهيه من الدراسه وايضا بعد التخرج. صار عندنا الان بيانات للطلبه الخريجين وين يتعينون وين حصلوا على فرص عمل، وصار هناك شراكات ما بين القطاع الخاص وما بين وزاره التعليم العالي والجامعات. قلت لك يعني انه نحاول احنا نلقي فرص للتاهيل للجامعات، وأيضا صار هناك معارض وظائف في الجامعات تجي القطاعات المختلفة، القطاعات الصناعية، القطاعات الزراعية، قطاع المصارف، قطاعات مختلفة حقيقة، تعرض الوظائف اللي موجودة عندهم ويشوفون المؤهلات اللي لدى الطلبة. بعض المؤهلات تكون ما موجودة، هم يعرضون أن يدربوهم مجانا، وصار عندنا أيضا تجهيز لمختبرات حديثة، يعني بعض التخصصات الحديثة اللي دخلت العراق مثل الكابل الضوئي وغيرها من التفاصيل. الان عندنا مختبرات جهزتها شركات رائده عراقيه في بعض الجامعات، جامعه التكنولوجيه وغيرها، هذه توفر للطالب خبره، وهذه الخبره تكون جنب الى جنب مع الشركات المتخصصه، يعني الطالب حيكون متخصص ويطلع مو بس يدرس، يطلع ايضا عنده فد مهنه. وانا ادعو ابنائنا الطلبه ان شوي يوسع مداركه، يوسع تفكيره، ان يعني يروح يشوف تخصصات أخرى هي فعلا تساهم في بناء البلد والبنى التحتية للبلد. تخصصات كثيرة حقيقة الآن صار بها سوق عمل، لو الطالب شوي يبدي يستقصي ويراجع مراكز التأهيل والتوظيف أو ما تسمى شعب التأهيل والتوظيف في الجامعات، وحيشوف أكو إحصائيات شنو التخصصات اللي دائما الطلبة بدأوا الآن مجددا يرغبون في الذهاب إلها. حتى ممكن أن الطالب وحتى عوائل الطلبة، أنا أدعو عوائل الطلبة في بعض العوائل، يعني إذا طالب عندهم ابنهم ما ينقبل مجموعة طبية يكون هناك فد مشكلة كأنه بالبيت، فلازم الحقيقة العائلة العراقية الكريمة تساهم في التقليل من
يعني حدة الموضوع ويكون الموضوع طبيعي. هو الله سبحانه وتعالى اللي كتب للإنسان هو اللي حيصير. طيب. الإنسان هو يعني بالنسبة إلى يسعى أن يحصل على يعني درجة يدخل في المكان اللي هو يطمح إليه، ولكن في جميع الأحوال هاي مو نهاية العالم، مو نهاية الدنيا. قد تكون مصلحة الطالب في تخصصات أخرى. وأيضا لا تنسون ذكر دكتور حسين يعني تخصصات طب الأسنان والصيدلة الآن أكو يعني تخمى إلها، وعندنا إحنا إحصاءات رسمية في قسم الإحصاء في الوزارة، وأيضا إحصاءات وزارة التخطيط الآن صدر عندهم الكراس الإحصائي أو المجلد الإحصائي لهذه السنة الأخيرة. نسبة أعداد يعني الأطباء الأسنان والصيادلة نسبة إلى أعداد السكان في المحافظات نسبة كبيرة. فممكن يعني بعد إحنا سنة سنتين ثلاثة ما نعرف، أنا ما أقدر أدخل باختصاص غيري. طيب. ممكن يعني يتوقف تعيين أطباء الأسنان والصيدلة، فحتكون هناك قد تكون هناك يعني يعيد النظر يعني الطالب في هذه القضية، قضية اختيار التخصص يعني وفق حاجة. أكيد راح تكون أدنى تخمة بجانب. نعم. وشحة بجانب آخر. نعم هي يعني قلت لك هو يعني هم وضحت سدالية جزء من الموضوع. إحنا أساس القبول أو فلسفة نظام القبول يعتمد على قضايا، ثلاث قضايا مهمة: معدل الطالب وعدد المقاعد يعني الطاقة الاستيعابية ورغبة الطالب. احنا ما نقدر نجبر الطالب انه ما يقدم على فت قضية معينة، ولكن هنا ثلاث قضايا أساسية هي اللي تحدد معيار قبول للطالب. لذلك انا ادعو الطلبة ان فعلا يعني يطلعون على دليل الطالب. اكو تخصصات حديثة صارت في الجامعات تم يعني استحداثها هاي السنة السنة اللي قبلها، ممكن الطالب يراجعها موجودة بالدليل ويعني يقدر يختار التخصص اللي هو يريده. ويعني عموما أرجعني إلى موضوع التخصصات الطبية والقبول باعتباره هو حديث الساعة الآن في يعني كثير من الأروقة الإعلامية والتواصل وكذلك في بيوتنا. يعني لا يتفاجئون الطلبة أنه قد تكون معدلات القبول لهذا العام أعلى يعني من معدلات العام الماضي، لانه هو الموضوع ايضا قلت لك يعتمد على اعداد الطلبه الخريجين ومعدلاتهم. دكتور فقط مداخله، 11,000 او اكثر من الطلبه اللي محصلين. نعم. على معدلات عاليه واغلبهم يرغب بالطب والصيدله. نعم. شلون احنا مبدا المفاضله شلون راح يكون بالاختيار؟ فقط موضوعه الانسيابيه واختياراتهم داخل هذه الانسيابيه ام ماذا؟ اي هو استنغام مثل ما قلت لحضرتك يعني بعد احنا الاحصاءات الرسميه ما جاتنا من وزاره التربيه، عندنا تنسيق معهم وننتظر ان تجينا الاحصاءات. وايضا ما يفوتني ان اذكر انه أحث زملائنا وإخواننا السادة في وزارة التربية أن يسلمون الرقم السري اللي إحنا سلمناه لهم بشكل رسمي من الوزارة، أن يسلموه لطلبتنا الأعزاء حتى يكون الطالب مستعد أن يقدم على استمارة القبول الإلكتروني. إحنا الآن الاستمارة جاهزة، دليل الطالب جاهز، ولكن ننتظر أن وزارة التربية تعطينا إشعار أنه المديريات العامة للتربية سلمت الرقم السري للطالب حتى يتمكن أن يقدم على الاستمارة، وإلا يعني إحنا ما حنقدر نطلق الاستمارة. حيكون عندنا شوية قد يكون تداخل في التوقيتات اللي وضعتها وزارة التعليم العالي واللي هي كلها توقيتات دقيقة. طيب. فأرجع على سؤال حضرتك، عفوا سألتيني عن مبدأ المفاضلة، شلون راح احنا نختار آلاف على حساب آلاف آخرين؟ لا هو أنا أعطيك مثال حتى هم يكون واضح لحضرتك وواضح للسادة المشاهدين. نعم. المستمعين، مثال بسيط. إذا أنا عندي يعني عدي الخطة مالتي، أنا محضر 100 مقعد في العراق مثلا لكليات الطب 100 وقدموا 200، فالبرنامج حيختار أعلى 100، أعلى 100 واحد معدلاتهم تأهلهم يعني يأخذون هاي المقاعد المية. يعني قدموا 200، قدموا 300، قدموا 1000، هو البرنامج حياخذ اعلى 100 واحد يختار يعني يقبلهم في ال 100 مقعد، وهكذا تقيسي على هذا الجسم. طيب. على هذا طبعا. طيب. دروس المفاضله هنا تدخل ايضا بالموضوع. اذا كان عندنا قبلنا 99 واحد اعلى معدل، اخر مقعد قد تساوى بين المعدلات مثلا اثنين ماخذين هم 95 اثنينهم، فاحنا هنا ننزل الى دروس المفاضله. مثلا دروس المفاضله بالنسبه للاحياء اللي يقدمون على المجموعه الطبيه حتكون الكيمياء والاحياء واللغه الانجليزيه. فالطالب اللي يطلع بهذه اللي هي يعني لازم تكون من 300، ايش قد يطلع الطالب؟ حتكون هنا مبدا اخر للمفاضله وعلى اساسه يقبل. طيب دكتور هذا واضح، هذا الاساس مال المفاضله. راح يكون عندنا اتصال مع ممثل عن الاف الطلبه اللي هو قصاد الخفاجي، حاب ان يطرح على حضرتك مناشدة بشكل مباشر، إذا جاهز الاتصال شباب.
مرحبا قصار إذا تسمعني. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا ومرحبا بحضرتك. جو إليك. أولا السلام. حياك الله. ودكتور إيهاب يستمع لك بكل وضوح. أولا السيدة ختام ضيوف الكرام، دكتور إيهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل قصاد نسمعك. أتقدم بالشكر الجزيل أول شيء على تقبل هذه المناشدة أولا. ثانيا إحنا دكتور إيهاب إحنا طلاب الدور التكميلي اللي أصدرته الوزارة يوم 12/5/2020. نعم. إذا هو إذا تسمح عفوا ولو قاطعت حضرتك، إذا تسمح ست أنغام إنه الموضوع هذا غير موضوع، موضوع ثاني مو موضوع القبول. نعم. إذا تسمح لك أن تكمل فأنا بالتأكيد أن أسمع. بالتأكيد بالتأكيد. تفضل. أولا دكتور إحنا عندنا مناشدات كثيرة، وأولها المناشدة من والدة طالبة بلسم المصابة بالسرطان. هذه الطالبة كانت مصابة قبل هذا القرار، مصابة بإصابة بسيطة، ولكن بعد إصدار القرار والممانعة من قبل وزير التعليم العالي تأذت هذه البنت كطالبة وتمرضت مرض حاد وانصابت بسرطان، وهسه هي الآن ترقد بالمستشفى. فهي ترفع لكم مناشدة بخلال هذا الموضوع. طيب. هذه الطالبة هي طالبة في جامعة المستنصرية قسم الآداب الإنجليزي. احنا موضوعنا سيادة الوزير صدر يوم 12/5 قرار من قبل وزارة التعليم العالي يوم 12/5 بالسماح للطلبة الراسبين والمكملين والمرقنة قيودهم بالامتحان. ولكن تفاجئنا سيادة الدكتور بعد هذا الإصدار القرار، تفاجئنا بالوزير الحالي الموجود صدر قرار انه الطالب اللي ينجح يسكن في مرحلته الحالية ولا يسمح له العبور إلى مرحلة أعلى. إذا كان هذا القرار سيادة الدكتور، إذا كان هذا القرار أنتم متخذينه يعني الطالب اللي ينجح يسكن بمرحلته، ليش نطيتونا الدور التكميلي؟ ليش ما خليتونا نكمل سنة جديدة؟ يعني في نفس السنة اللي إحنا ندرس بها وسعيات أفضل من العام الماضي. هاي أولاً. ثانياً كيف يسمح يعني قانونا كيف يسمح من شهر الخامس الى الان طالب ينجح بمرحله ينجح بمواد راسب بيها ويسكن مرحله بنفس المرحله؟ هذا ما يجوز لا بالدستور ولا قانونيا انه الطالب الناجح يسكن في مرحلته الحاليه. زين. طيب قصر سياده الدكتور تظاهرنا من يوم 12/5 ورا ما صدر القرار ونجحنا، تظاهرنا وصوبنا اكثر من 200 طالب بالكورونا ومن ضمنهم انا المتحدث وياك، يعني تعرضنا الى كورونا. ثانيا تعرضنا الى مسائل يعني الحر والتعب والمصاريف وكلها ما جابت نتيجه، ناشدنا هواي نواب وناشدنا الوزير وناشدناك انت شخصيا دكتور ايهاب، ناشدناك انت شخصيا ووعدتنا انه بعد العيد مباشره يصدر القرار، ولكن لا جدوى سياده الدكتور. يعني احنا من شهر الخامس الى شهر العاشر طالبنا بكورس مكثف، وهذا الكورس مكثف يعني المواد اللي موجوده بها، واحنا موادنا مؤرشفه بالكلاس روم ونسبه التخفيض للمواد الدراسيه هي 30 إلى 40%، يعني كان بامكاننا خلال الكورس المكثف اللي هو 4 أشهر إلى 3 أشهر احنا ندرس هذه المواد وباستطاعتنا ببساطه نعبر هذه السنه الدراسيه. يعني ما عندنا اي مشكله. شنو كان السبب اللي انتم معارضين به الى الان يعني عدم اصدار هذا القرار؟ وبالاضافه طيب. خلي يجيبك الدكتور قصاد مباشره. تفضل دكتور. شكرا. غماني يمكن ابن الاخ قصاد انا مقابله مقابل يعني زملائه وعده مرات قابلناهم احنا بالوزاره، وعدناهم ان نعرض الموضوع على هيئه الراي. تعرفون يعني هو ذكر الان السيد الوزير، واحنا ما عندنا في وزاره التعليم العالي طالما هي القضيه قضيه جامعات وتعليم، فدائما القرارات تصدر من هيئه الراي. ويعني القرار جماعي، هيئه الراي تتضمن كل رؤساء الجامعات والملاك المتقدم في الوزاره، ف يعني لا اني ولا السيد الوزير ولا واحد شخصيا يقدر يصدر القرار. واني قلت لهم ابنائنا الطلبه كل ما يقابلوني انا افهمهم هاي القضيه. فالقرار دائما يصدر من بعد ما يدرس يعني من كل حيثياته من قبل هيئه الراي ويصدر. الحاله اللي تفضلوا بها هم هنا
حتى لا أخذ من وقتكم يعني بشكل سريع. دكتور هم اللي يريدون يفهموا شنو سبب الرفض؟ يعني البعض راح يدفع أجور سنتين يقولون احنا جاهزين للامتحان الوقت كافي نريد نعرف شنو الأسباب. أختي استنغام هو شنو القضية؟ يعني أنا أشرحها ببساطة. يطالب رسب، طالب رسب العام الماضي، العام الدراسي 18-19. زين. رسب انطينا مجال أن يمتحن امتحان تكميلي. امتحان تكميلي انطينا. طبعا ما الرسب هو 18-19-19-20 اجى داوم بنفس المرحلة، صح ولا لا؟ يعني هو رسب طالب مرحلة ثانية مثلا. زين. يعيد المرحلة غير طالب راسب، يعني ما في شيء جديد. يعني هذا الموضوع يعني أليف باء النظام التعليمي بالعراق كل البلدان. رسب الطالب مرحلة أولى ثانية ثالثة رابعة أي مرحلة خامسة سادسة مجموعة طبية رسب الطالب إجى هاي السنة 19-20 عاد السنة. الوضع بالعراق دكتور الوضع كان بالعراق هو وضع استثنائي من قبل، يعني كانت مظاهرات وكان وضع استثنائي بكورونا وانطيتونا هذا القرار. ما ممكن يعني المظاهرات ما ممكن المظاهرات شفاعة بالطلاب سيادة الدكتور شفاعة بالطلاب. أنتم انطيتونا قرار، إذن إذا أنت انطيتني قرار سيادة الدكتور والوزير والرؤساء الجامعات إذا هم انطوني قرار غير ينفذ دكتور ليش انطيتوني قرار المفروض؟ أو إذا كنتوا يعني ما يفيدني هذا القرار عفوني مرحلتي، أنتم انطيتوني قرار ونجحت وين أروح؟ أنا دائما أوضح لكم، أنا دائما أوضح لكم دكتور الطلاب دفعت فلوس وتعبت. ما له علاقة يعني هذا الموضوع بالفلوس عزيزي، بس أنا خلوه أوضح حتى همتين للرأي العام. إحنا ما ممكن تسهم المظاهرات في التقليل من المستوى التعليمي وتغيير الأنظمة باتجاه الأدنى، بل بالعكس أنتوا حضراتكم طلعتوا تحملتوا جازفتوا تطلعون كطلبة كشريحة من شرائح المجتمع اللي طلعت بالمظاهرات حتى تسهم في الإصلاح. فما معقولة يعني أنا أجي هذا الطالب أكافئه لازم أنا أقول له أنت تعبر سنة بدون ما تنجح، بالعكس يعني أنتوا لازم تجون تقولون جزاكم الله خير على الرصانة، عاشت يديكم على الرصانة، وإحنا نقول لكم رحم الله والديكم، أنتوا صوتكم أبنائنا طلبتنا، وأيضا أنتوا تحملتوا الظروف ومثل ما بقية شرائح المجتمع تحملت كل الظروف سواء مظاهرات سواء جائحة كورونا، وبالأخير يعني إحنا كليتنا لازم نتكاتف، ولكن أكو حدود. إحنا النظام التعليمي ما نقدر نتنازل عنه، النظام التعليمي لازم الطالب يدرس 30 أسبوع خلال السنة الدراسية يلا يقدر يجتازل هاي، ما نقدر إحنا نجي نقول له أدرس 8 أسابيع أو 10 أسابيع وامتحن الكتروني وبعدين روح عبر سنة كاملة. شلون أنا مثلا أجي أثق على سبيل المثال طالما إحنا نحكي عن مجموعة الطبية أثق بطبيب خلص المرحلة السادسة وتخرج وكضاها كلها مثلا شهرين درس 8 أسابيع بدل 30 أسبوع و عبر المرحلة؟ طبعا ما ممكن المجتمع يقبل ولا احنا بالتعليم العالي نقبل. نعم يا دكتور مستفز، احنا طالبنا بهذا قرارنا من يوم 12/5، يعني انت من صدرت القرار من 12/5 الى 1/10 اللي هو الامتحان الدور الثاني، يعني هاي الخمس اشهر كانت تكفينا انه نجري كورس مكثف او نمتحن او زياده عدد الساعات المطلوبه. بالاضافه الى سياده الدكتور شنو الفرق بين يعني محافظات الوسط والجنوب والغربيه عن اقليم كردستان؟ اقليم كردستان اعتبروا لهم كورس الاول ونجحوا مراحل جديده، ليش احنا طلابنا هيك؟ يعني ثانيا الى خمسه اشهر دكتور كانت كافيه هذه الخمسه اشهر لمناقشه، وثالثا دكتور كانت جميع المواد موجوده بالكلاس روم عد الطلاب وصعدوا، اكو طلاب بعض الشريحه صعدوا خلال الشهر الرابع او درسوا تعيات الفصل الأول موجودة عندهم. بالإضافة إلى دكتور أنت قلت يجينا هذا القرار من هيئة الري، دكتور إحنا هيئة الري اللي هم رؤساء الجامعات رحنا لهم جامعات وقالوا إحنا هذا القرار قرار وزارة، أنطتكم القرار الوزارة أنطتكم القرار، إحنا مستعدين كرؤساء جامعات ورؤساء أقسام والعمادة تدخل مباشرة ونسوي لكم كورس مكثف اللي هو ايش قد ما يعني يفيد المواد اللي هي اقل من 30 الى 40%. ثالثاً انه دكتور نسبه النجاح كلش ممتازه، السعيات اقل يعني اقل سعي 30 من 50 او 20 من 40 بالاضافه الى التقارير العلميه، والمواد هي قليله يعني طيب. مواد من 30 الى 40 هذا واضح قصاد. خلينا نشوف راي الدكتور بشكل اخير لانه الوقت ايضا دا يداهمنا، شنو الحلول؟ يعني دكتور اليوم الاف من الطلبه حقيقه دا ينتظرون
حديثك إجاباتك بهذا الأمر، وأنت أب لي لكثيرين حقيقة. الله يحفظكم. والله إحنا يعني يعز علينا أنه طالب يطلب في الطلب معين وما نلبيه حقيقة، ومعروف دائرة الدراسات يعني تستقبل الطلبة في كل وقت، رغم أنه دائرتنا معنية بإصدار الضوابط وليس باستقبال الطلبة. الطلبة دائما يعني يكون ارتباطها بالكلية، بالقسم، بالجامعة، ومع ذلك يعني توجيهات السيد الوزير دائما توجيهات يعني العليا، واحنا هم قرار كدائره انه نستقبل الطلبه حتى اذا كان يعني الموضوع يخص الجامعات، وهذا من واجبنا يعني احنا ما مسويين فضل بي على احد. ونتمنى انه الطالب يوميا يجي يسالنا، نتمنى حقيقه. بس احنا بالنسبه لنا يعني ما نقدر نتخذ قرار خارج الضوابط والتعليمات، عندنا تعليمات، التعليمات الامتحانيه واضحه. فما طلبوه هم كان هو خارج التعليمات، حتى وزاره التعليم العالي دكتور يعني ما راح يكون اكو كورس مكثف؟ لا لا، ما عندنا صلاحيه انه احنا نعبر طلاب سنه كامله، لانه التعليمات هنا ما تجيز هذا الموضوع. يعني ما راح تكون هناك اعاده نظر بهذا الموضوع؟ لا، احنا بدينا الان 6/12 حتبدي سنه دراسيه جديده. دكتور انا اتمنى انه دائما ابوابكم وقلوبكم تكون مفتوحه للطلبه، وحقيقه حملوني امانه ان اوصل هذه المناشدة إلى حضرتك أرأس. وإلى وزير أرأس. التعليم. أتمنى أنه تستقبلوهم برحابة صدر أرأس. وأن تستمعون لمطالبهم، وأتمنى أن يعاد النظر بهذه القضية تحديدا. دكتور إيهاب، سيد أنغام، بس حتى تعرفين حضرتك عدد الطلبة في العراق 800,000 طالب، طلبة الدراسات الأولية ما بين طالب صباحي ومسائي وتعليم أهلي وتعليم حكومي 800,000 طالب. فتمشي الأمور بانسيابية عالية تماما الجامعات، لانه النظام التعليمي توعدنا كنظام اداري، انا ما احكي نظام علمي، نظام علمي مناهج وتدريس والى اخره بالجامعات. دا احكي عن نظام اداري من ارصن الانظمه اللي تدير منظومه التعليم. ترى النظام التعليمي في العراق نظام رصين ويدير 800,000 طالب. فاكيد هو هذا النظام ما حيقدر يراعي يعني 10 طلاب او 100 او 1000. نظام يراعي 800,000 طالب يعني وفق متطلبات التعليمية. طيب دكتور إيهاب ناجي عباس، مدير عام الدراسات العليا والتخطيط والمتابعة، أشكرك جزيلا لحضورك اليوم ويانا ولكل ما تفضلت به من معلومات. الشكر موصول أيضا للدكتور حسين علي حميد مدير دائرة التعليم الأهلي، شكرا جزيلا لحضورك، وأيضا سيدة داليا عمر مديرة قسم القبول المركزي، شكرا جزيلا لحضوركم اليوم ويانا، وإن شاء الله أفدنا الطلبة بمجموعة من الإجابات. شكرا جزيلا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا، في أمان الله.